اغلبيه الزيجات اللي صارت عن طريق التواصل الاجتماعي اغلبيتها تنتهي بالانفصال، والسبب يكون اما الاشخاص يكونون ينمقون صورتهم قدام شريك حياتهم او قدام الشخص اللي يكون امامهم مواقع التواصل الاجتماعي، يعطي كل الاشياء الايجابيه اللي موجوده به او ينطي اشياء هي ما موجوده بس انه حتى يبرز نفسه بالطريقه الصحيحه. وهذا الشيء دا يوصلنا انه العلاقه توصل لنهايه، ليش؟ ان ينصدمون بالواقع، تبدي تطلع العيوب، تبدي تطلع الاشياء السلبيه الموجوده بحياتهم، تبدي تزداد المشاكل، توصل مرحله بعد ما يتفاهم.